لم تحظى الكتب شبه المدرسية المعروضة في الصالون الدولي للكتاب بالإقبال الذي شهدته خلال الطبعات السابقة، وذلك نظراً لتوقيت الصالون الذي جاء متأخراً هذه السنة بسبب ظروف الجائحة. بالنسبة للمعرض هذا اللي أثر على الإقبال على الكتاب شبه مدرسي هو التوقيت تاعو، لأنه مع آخر العام بقى الفصل الثالث برك، يعني كاين إقبال ولكن إلا في الليسي في الباك، صحاب الباك وصحاب البي. ما يدوش كاع الكتب، يدو غير جميع المواد ولا كتب الرياضيات واللغة الفرنسية. هذا ما في السابق كان يدو كاع جميع يدو كاع المواد، الصرف، الإملاء، القواعد، التعبير، كتب الرياضيات، كتب اللغة، كتب الفرنسية، كان إقبال كبير. دوكا مع النقص، من النقص خاش قراو فصلين، بقى فصل واحد الأولياء كاع شراو مع اللوج. لم ينتظر العديد من التلاميذ وأوليائهم معرض الكتاب هذه السنة لاقتناء الكتب شبه المدرسية التي تم شراؤها مع بداية العام الدراسي. كاين كتابات يقولوا لها هم ليفين نشريهم منها. هنا قالت لي ماما، سقسيتها قلت لها واش قعدت، قالت لي كتاب واحد تاع اللغه العربيه، بس كنت بنتي دايره لغات، هذا ما كان باقي شريت لها. مشيت من قبل وني نقرا وزدت شريت فني باش نزيد نراجع ونقرا. شريت كتب فلسفه وكتب ادب واجتماعيات واسلاميه. رغم تأخر الصالون الوطني للكتاب في طبعته 25، غير أن المعرض كان فرصة لتكملة ما يحتاجه التلاميذ من كتب تدعيمية.